بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب القلوب وشفيع الذنوب المصطفى المؤيد أبي القاسم محمد. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج في رحاب المرجعية. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم من جديد. تحدثنا في الحلقات السابقة عن أهمية الرجوع إلى وصايا أهل البيت سلام الله عليهم، ووصايا المرجع الديني، ووصايا المتخصصين في كل تخصص قبل أي مناسبة. بمعنى عندما يقترب شهر رمضان لا بأس بالإنسان أن يعود إلى الأحاديث النبوية، إلى روايات أهل البيت عليهم السلام المتخصصة في هذا الشهر، وأيضا المتخصصين الأطباء الرياضيين، حتى أنا أقدر أستفيد من هذا الشهر أفضل استفادة. كذلك في شهر محرم وصفر، لما يأتي شهر محرم لا بأس من العودة إلى أحاديث الإمام الحسين عليه السلام، أقرأ كل خطب الإمام الحسين عليه السلام حتى أحاول أن أقترب من الإمام سلام الله عليه، وأتعرف على مقاصده وعلى غاياته وعلى رسائله. وبالتأكيد بعد كل سنة ستجد هنالك اختلافا في الفهم، هذا يعتمد على قضيتين. القضية الأولى هو أنه الإنسان في كل سنة تجربته تنضج، عمره يكبر، رؤيته إلى الحياة تختلف، فبالتالي أنا لما أقرأ خطاب الإمام الحسين ما أنا في عمر معين، بعد مرور سنة أو سنتين عقل الإنسان يبدأ ينضج حكم التجربة والخبرة، ترجع تقرأ الخطاب راح تجد بعض الأمور المهمة في هذا الموضوع. أيضا المتخصصين سواء كانوا مراجع الدين، الخطباء، أو المتخصصين في المجالات الأخرى الطبية مثلا، أنا لما أسمع لنصائح طبيب قبل ما أطلع أمشي لأيام إلى الإمام الحسين عليه السلام أخذ بعض النصائح الطبية، قبل رمضان أخذ بعض النصائح الطبية. فمسألة العودة إلى الوصايا وإلى المتخصصين أمر محمود، أنه الإنسان العاقل في كل مناسبة يعود إلى المتخصصين ليسمع منهم. نحن بما أن قضية عاشوراء والإمام الحسين هي قضية دينية، فمن البديهي أن نعود إلى سيد المرجع، نسمع من المرجع ماذا يقول، ماذا ينصح، توجيهاته. مو من اللائق أنه المرجع يقول نفس الكلام في كل سنة، لا، يقول مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، يبقى على الأمة أن تعود وتقرأ هذه الوصايا. يعني وصايا المرجعية الدينية العليا للخطباء والمبلغين، خطباء والمبلغين سواء كانوا خطباء المنبر الحسيني أو الشعراء أو الرواديد. هنالك ثلاث خطب ووصايا المرجعية الدينية العليا، وهي دعوة أن نعود لهذه التوصيات أن نقرأها، وهذه الحلقة هي جزء من هذا العمل، أن نعود إلى التوصيات لنقرأ هذه التوصيات. هل هنالك توصية من السيد المرجع إلى الشعراء؟ هل هنالك توصية إلى الخطباء وإلى الرواديد؟ نعم أكو، طبعا ثلاث توصيات في مختلف الأعوام. ما سنطرحه في هذه الحلقة هي التوصيات التي أطلقت عام 1441 تقريبا قبل 4 سنوات أو أكثر. في هذه التوصيات هنالك مجموعة من الدروس المهمة التي يستفاد منها، ومنها حديث عام عن أجواء المحرم، والسيد المرجع يتحدث عن أهمية إحياء ذكر أهل البيت، ثم ينتقل إلى مجموعة من الحكم، وهي 12 حكمة تقدم في الحلقات السابقة مجموعة من هذه الحكم،
ووصلنا في هذه الحلقة إلى الحكمة الثامنة التي يمكن أن تقدم كنصيحة على طبق من ذهب إلى المبلغين سواء كانوا خطباء المنبر أو الشعراء أو الرواديد. في الحكمة الثامنة يقول السيد المرجع أن يلاحظ المبلغون فضلا عن سلامة مضمون خطابهم، يعني أولا أكو سلامة لمضمون الخطاب، بغض النظر عن هذا أن يلاحظ المبلغون آثاره التربوية على المخاطبين والمجتمع. بمعنى أنه إحنا أحيانا الخطاب يكون صحيح، الكلام صحيح، لكن طرحه في زمن معين أو في بيئة معينة يدعو إلى عدم سلامة الأمر. بمعنى مثال، ممكن الحديث عن الطلاق أمر طبيعي، طلاق أمر مباح، من حق كل إنسان أن يطلق زوجته، لكن أنا إذا صار خلاف بين مرة ورجال وأنا جيت أول ما طرعت قضية الطلاق ومن حقك تطلقين وأنت من حقك إذا تريد تطلق سوي كذا وأعطيك رقم محامي وروح طلق، هذا ككلام ما بي خلاف، الطلاق أمر طبيعي. الإنسان لما يصل إلى مرحلة من الاختلاف تصل العلاقة إلى نهايات مسدودة من حق الإنسان أن يطلق، لكن أن الطرحة هو غير مناسب، يعني هو خارج السياق. أحيانا الكلمة ما بيها شيء، من حق الإنسان أن يطلق، بس مو من المناسب أنه أنا أجي أطرح فكرة الطلاق وكيفية الطلاق وأهمية الطلاق ومنافع الطلاق على اثنين متعاركين وأكو خلاف ومشكلة بيناتهم. فهنا أنا السيد المرجع كأنما يشير إلى هذا المعنى، إلى هذا المثال التقريبي، أن يلاحظ المبلغون فضلا عن سلامة مضمون خطابهم آثاره التربوية على المخاطبين والمجتمع، نظير ما يلاحظونه في الحديث مع أسرتهم وأولادهم. يعني أنا لما أصعد على المنبر أو أكتب قصيدة أو ألقي قصيدة كرادود لابد أن أشوف هذا مناسب أن أطرحه في أسرتي، مناسب أن أطرحه على المقربين، لأنه أنا الآخرين ربما مشكلتهم أكبر من مشكلة العائلة والمقربين. ليش؟ لأنه هذا قريب مني، إذا فهم خطأ ممكن أنا أصحح له، لكن هذا البعيد لما أنا أتحدث بوسائل الإعلام وأكتب قصيدة ورادود أو خطيب، هذه الكلمة انتشرت ما تدري شنو آثارها راح تصير في المجتمع. لذلك يقول سيد المرجع فرب معنى صحيح أو تصرف سائغ في نفسه بالنظر إلى عدم ملائمته من حيث الآثار التي يرتكبها في نفس من يسمعه ويشهده. نفس مثال الطلاق، الطلاق حق، لكن أنا مو من اللائق أو من المستساغ أو من المستحسن أن أطرح هذا الموضوع وأمشي. وشأن الدعاة إلى الله تعالى هو التذكير والتزكية معا، يعني أنا أذكرهم بالحديث والآية والحكم، لكن بالمقابل أنا أريد تزكية هذه النفوس. كما إن على المبلغ أن يصوغ المقاصد الصائبة والصحيحة بصياغة ملائمة، فإن المعنى الواحد يمكن أن يؤدى بصيغ مختلفة وبعضها الآخر ليس بهذه المثابة، بل قد يكون مضرا ومنفرا. ومن ثم لابد للمبلغ من أن يفطن فيما يلقيه من القول والإيحاءات ولوازمه وإيهاماته، فإن من حكمة المتكلم أن ينتبه في كلامه لمثل ذلك، فربما ألقى المرء كلاما فهم الناس منه غير ما قصد أو أوحى لهم بغير ما أراد أو أوهم معنى لم ينتبه إليها أو ترك أثرا لم يكن يتوقعه بسوء نية فطعن به عليه على الحق وشوه به وجه الحقيقة. طبعا اليوم احنا في عالم الميديا، في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، وتشوفون حضراتكم انه الكثير من المقاطع الفيديوية ممكن ان تستقطع وتنشر كفكرة ضد صاحب المنبر او الشاعر او الرادود، او يطعن به المذهب او يطعن به الإسلام كله. فالخطيب
يجب أن يكون واعياً لمثل هذه الالتفاتات، أن يكون فطناً في تقديم الأفكار. أحياناً القطع والاجتزاء وطرح الأحاديث في غير سياقها يعطي انطباعات مغايرة. لذلك السيد المرجع يحذر من هذا الأمر ويقول: وهذه أمور متوقعة جدا في هذا الزمان من جهة أدوات التسجيل والتصوير، فلا بد للمرء من أن ينتبه إلى أن كلامه وإن كان في مشهد محدود لكنه عرضة للانتشار، فيتكلم بما يلائم مقام انتشاره بعد أن كان لكل مقام مقال ولكل قول موضع. بمعنى أنه صحيح أنت يجوز قاعد كخطيب أو رادود قاعد بحسينية في محافظة في قضاء في منطقة معينة، لكن وسائل التواصل اليوم والإعلام والميديا انتشرت بعد الأمر، صار هذه الأفكار اللي أنا أطرحها وربما تستخدم في بيئات أخرى، تستخدم في بيئات معادية، ويطعن بها المذهب، ويطعن بها الإمام الحسين عليه السلام، ويطعن بها الإسلام، وتطعن بها المرجعيات. نحن اليوم يجب أن نكون حذرين من كل هذه الأمور كما يحذرنا السيد المرجع، ويستمر بالقول ويقول: ولا يكون الخطيب والشاعر خطيبا أو شاعرا حقا إلا إذا كان يلتفت إلى زوايا خطابه وشعره، ويستطيع التحكم في صياغته على وجه مناسب، ويتوقع المحاذير والإهامات التي ينبغي له تجنبها. ومما يساعد على ذلك اطلاع المرء على وقائع التاريخ وحوادث الحاضر فيما تشتمل عليه من النقد والتجريح والاستغلال والتشهير والإشاعة، فإن ذلك كله يمثل تجربة لا غنى عن الاطلاع عليها، لأنها توجب التيقظ والانتباه وتلفت إلى مواضع الحذر ومواطن الفتنة. وليحذر المبلغون والشعراء والرواديد أشد الحذر. طبعا هنا سيد المرجع يؤكد بطريقة غريبة، أنه يؤكد على كلمة الحذر، ويؤكد على أنه يخصص، لم يقل المبلغون، وإنما قال المبلغون والشعراء والرواديد. وليحذر أشد الحذر عن بيان الحق بما يوهم الغلو في شأن النبي وعترته صلوات الله عليه. يعني لا تتحدثون بحديث يوهم الآخرين في ظل وسائل التواصل الاجتماعي إلى وكأننا نغالي في أهل البيت والنبي الأكرم. يقول السيد المرجع: والغلو على نوعين: إسباغ الصفات الألوهية على غير الله سبحانه وتعالى، وإثبات أمور ومعان لم تقم حجة موثوقة عليها ومذهب أهل البيت عليه السلام خال عن الغلو بنوعيه، بل هو أبعد ما يكون عنه، وإنما يشتمل على الإذعان للنبي وعترته صلوات الله عليهم بمواضعهم التي وضعهم الله تعالى فيها من دون زيادة ولا إفراط، بل مع تحذر في مواضع الاشتباه. يعني موضوع ربما هو حقيقي، لكن ربما إذا طرح يوهم الناس ويدفعهم إلى الاشتباه. يعني أنه أنا اللي أحبه ما أغالب، واللي أبغضه ما أجور عليه وأحيف بحقه. ولا يصح بناء هذه المعاني على مجرد المحبة. يعني الخلو وإعطاء الصفات لا يجوز أن تبنى على مجرد المحبة وتصديق كل من زاد شيئا والإذعان له بمزيد الإيمان، فإن ذلك يؤدي إلى المزايدة في أمر الدين بغير حجة وحدوث البدع. وطمع الجاهلين وترأس أهل الضلالة وتراجع المتورعين العاملين بالحجة والمتوقفين عند الشبهة. وذلك شو يسوي هذا إذا صارت الأمور بيد هؤلاء
البعيدين عن التورع والبعيدين عن وقوف على مواقف الحق، ايش راح يصير عندنا؟ يقول وذلك يمحق الدين ويرتد ارتدادا معاكسا لتفريط آخرين. يعني كل ما يصير عندي إفراط بجهة، أكو آخرين راح يفرطون. والزيادة في العقيدة بغير حجة موثوقة على حد النقصان فيها ممن قامت عليه الحجة عليها، ومن زاد اليوم شيئا بغير حجة زيد عليه غدا، حتى إنه ليتهم بالتقصير والقصور، فلزوم الحجة والميزان أحمد وأسلم. الإنسان يوقف على الحجة وعلى الميزان، وهذا المنهاج اللي تريد المرجعية الدينية العليا للمبلغين الخطباء والشعراء والرواديد. يستمر السيد المرجع ويقول وليحذر المبلغ من سوق الخطاب على وجه ينفر الناس، مثل تعميم القول في الذم والتعريض بالمخاطبين، فإذا انتقد شيئا فليجمل ولا يعمم، وإذا تأدى الغرض بالملامة والعتاب اكتفى بها عن الذم والتقريع، وليقدر بجنب ذلك الخصال الحسنة والممارسات اللائقة للآخرين، ليكون ذلك تشويقا إليها وإذعانا بالحسنى لأهلها. هذا هو خطاب المرجعية المنسجم مع الخطاب الحسيني الذي يريده للمجتمع أن يسير فيه المجتمع. الحكمة التاسعة أن يهتم المبلغ بمطابقة خصاله وسريرته مع توصيفاته وأقواله. يعني هذا الإنسان المبلغ أو الشاعر أو الرادود عليه مسؤولية إضافية. إنسان لما يريد يأمر الناس بشيء عليه أن يطبق هذا الأمر على نفسه أولا. يعني الإنسان أن يعلم نفسه ويهذب نفسه بما يريد أن يقوله للناس قبل أن يقوله ويأمر الناس به. فلذلك هنالك مسؤولية. سيد المرجع يقول هنالك مسؤولية إضافية على الخطباء وعلى الشعراء وعلى الرواديد وعلى كل من يتصدى لأمر بيان قضية الإمام الحسين عليه السلام والمظلومية، أن يأدب نفسه أولا، أن يطبق هذا الأمر على نفسه أولا، ثم ينطلق به إلى الناس. يقول أن يهتم المبلغ بمطابقة خصاله وسريرته مع توصيفاته وأقواله، فيكون أسبق من الناس في العمل بها، فإن ذلك أقرب إلى الصدق وأبعد من الرياء وأوجب للإخلاص والتأثير في المخاطبين. طبعا أنا لما أقول كلمة وأنا مؤمن بها ونطبقها على نفسي أكيد راح تطلع بتردد صوتي يصل إلى قلوب الناس ويصل إلى القلوب الطيبة التي جاءت وتنظر إلى المنبر الحسيني لتسمع، فبالتالي هذا الأمر يكون مستساغا أكثرا، فإن ذلك أقرب إلى الصدق وأبعد من الرياء وأوجب للإخلاص والتأثير في المخاطبين. فكيف يصف المرء بصدق خصال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته النبيلة ويوصي الآخرين بها من عبادتهم لله سبحانه وإعراضهم عن الدنيا وتحريهم للعدل والصدق والعفاف والوفاء والإحسان إلى الوالدين وسائر المعاني النبيلة وهو بعيد عنها في نفسه وعمله؟ فالناس راح تصدق، شلون الناس راح تتقبل الأمر؟ أنا لما أكون بعيد عن أمر ويدعو الناس إليه، فبالتالي أنا ما راح أساهم في عملية إيصال علوم أهل البيت. وقد قال الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، ومن تعود على أن يقول ما لا يفعل نبت في قلبه الرياء وغلب على سيرته التلون، وذلك مما يحبط العمل ويفضح صاحبه، إن في الدنيا
إن في الدنيا أو في الآخرة، وقد يؤدي إلى سوء العاقبة نعوذ بالله تعالى منها. حقيقة هذه التوصيات وهذه الحكم ليست مقتصرة على الخطباء والمبلغين والشعراء. اليوم أنا وغيري وأنت وكل إنسان عنده صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وتشوفه ينشر مظلومية أهل البيت، ينشر أحاديث أهل البيت، لكن هو بعيد كل البعد عن الواقع. شنو الحكمة وشنو الفائدة؟ إذا هاني يا أيها المعلم غيره، هل لا كان لنفسك هذا التعليم؟ تعلم نفسك بهذا الكلام. وهذه هي الحكمة أخواني، أنه كلما تمر السنة ويأتي ذكر الإمام الحسين عليه السلام، هي فرصة أن ندخل أنفسنا دورة تدريبية تهذيبية لتكون هذه النفوس أصدق وأكثر نقاء وقربا من القضية الإلهية. الحكمة العاشرة، أن يتصف المبلغ باللياقات الملائمة لهذه الوظيفة الشريفة والسمت المناسب لها، كل وظيفة أمورا ملائمة لها من حيث المظاهر والسلوكيات العامة والخاصة، ولتبليغ الدين وأداء العزاء الحسيني أيضا لياقات ملائمة مع ما يتضمنه فيه من الحديث عن الحق وأمة الهدى وما يراد به من الإرشاد والتذكرة. يعني اليوم أنا أقدم نفسي كخطيب، كمصلح اجتماعي، كشاعر حسيني رادود، لكن بالمقابل لا زي وملابسي تنسجم مع القضية الحسينية، ولا تسريحة شعري وطريقة حلاقتي ووضعي ينسجم مع القضية الحسينية. شوف، أجي أني لابس ملابس كلها كتابات وألوان وزخارف، ملابس ضيقة وملابس تعري الجسم، وهو لا حسين، أو تسريحة شعري متشبهة بأناس بعيدين عن الإمام الحسين عليه السلام، أو سلوكياتي في المجتمع مليئة بالقسوة وبالجفاء وبالغلظة، سلوكيات تنسجم مع أخلاق أعداء الإمام الحسين عليه السلام ولا تنسجم مع القضية الحسينية. الإمام الحسين هو سلوك، هو قضية، هو أهداف، هو مبادئ، هو قيم. كم أقترب أنا من هذه القيم حتى أحقق قربي من الإمام الحسين عليه السلام؟ ما قيمة الدموع على الإمام الحسين والسيوف موجهة عليه؟ شنو اللي يصير هسه؟ نفس الأمر يكرر للأسف، أنه إحنا نحب الإمام الحسين بس سلوكياتنا ما تحب الإمام الحسين، مشاعرنا مع الإمام الحسين لكن ملابسنا وكلامنا وتصرفاتنا مع أعداء الحسين. ما قيمة الانتماء لإمام الحسين إذا ما يصلح الواقع اللي أنا أعيش به؟ وذلك بملاحظة ما يقتضيه الوقار والابتعاد عن المشاحة في طلب المال، وتجنب ما يوجب سوء الظن ويخدش بنقاء الصورة ويؤشر على الطمع ومراعاة العفاف عن أي مأرب دنيوي من وراء أداء هذه الوظيفة. وليتجنب المبلغون وكذلك أصحاب المجالس والمواكب من المناقضة والمنافرة والتفرق والاختلاف، ولا سيما في بلاد المهجر، فإن ذلك يخدش بالإخلاص ويحبط الأجر ويوجب سوء الظن بين المؤمنين، إلى آخر هذه التوصية العاشرة. الحكمة الحادية عشر، يقول السيد المرجع أن يهتم المبلغ بنقد نفسه بنفسه، ممحصا لأقواله وأدائه قبل الناس، متجنبا عن تزكية النفس خطئه وخطيئته، مستحضرا لحضور الله سبحانه وتعالى ورقابته عليه في مقام دعوته وفي أحواله كلها وسؤاله عنها في يوم القيامة، منتفعا بنقد الناس إياه، منصفا لهم من نفسه، مستجيبا للتذكير بالحق. يعني أنا ممكن أنه أسمع من الآخرين، إذا أنا كاتب قصيدة أو رادود أو خطيب والآخر قال لي ترى عندك فلان ملاحظة، أنت سريع بالحديث، أنت ما توزع نظراتك، أنت تتحدث بلغة مختلفة عن فهم الجمهور، خلي أسمع من الآخرين، هذا ما ينتقص من عندي. سيد المرجع يقول منتفعا بنقد الناس إياه، منصفا لهم من نفسه،
مستجيبا للتذكير بالحق. الحكمة الثانية عشر يقول فيها سيد المرجع، وهي الحكمة الأخيرة وقبل ذلك كله وبعده، تحري التقوى والإخلاص لله تعالى في القول والأداء والسلوك، فيجعل الله سبحانه نصب عينيه ويستحضر رقابته عليه ويسعى إلى رضاه. يعني للأسف في هذه الفترة ومن أمراض مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، كثير من الناس يسعى إلى عدد المتابعين وعدد التعليقات وعدد الإعجابات. نعم، الإنسان يريد جهده يبين ويوصل إلى الناس ورسالته توصل إلى الناس، لكن أذكر بقول أنه ما كان لله ينمو. يعني لما أكون قاصد العمل لله سبحانه وتعالى، هسه أتفعله ويا واحد، عشرة، مية، مليون، أنا أخذت أجري من الله. من كان عمله لله فإن أجره على الله. فيجب على المؤمن الخادم للقضية الحسينية أن ينظر إلى هذا الأمر، وأن يكون الأمر هو في عين الله، والله سبحانه وتعالى هو من سيجزيه خيرا. ويقول السيد المرجع: وليس في ذلك ما يعني أن في نية المرء ما يغني عن الاهتمام بعمله وإتقانه. يعني مو بس نيتي زينة وأنا أجي أهمل العمل وما أوفر احتياجاته. وليس في ذلك ما يعني أن في نية المرء ما يغني عن الاهتمام بعمله وإتقانه إياه والانتباه إلى آثاره والاستعداد له قبل إنجازه، بل الإخلاص الحق ما فتح ذهن الإنسان على مزيد من التعقل وساعد على إدراكه لمقتضى الحكمة والتفاته إلى عواقب الأمور، فيتجهز لكل أمر وفق ما يقتضيه، ولا يرسل القول على عواهنه، ويعتبر بتجاربه وبتجارب الآخرين، كما جاء أن المؤمن كيس وأنه ينظر بنور الله سبحانه ولن يلدغ من جحر مرتين، يعمل الأعمال الصالحة وهو منها في وجل. ويختم سيد المرجع هذه التوصيات بالدعاء لكل المبلغين والشعراء والمبلغين من خطباء المنبر الحسيني والرواديد. يقول: اللهم وفق الداعين إليك والمبلغين لدينك والذاكرين لأهل بيتك بيت رسولك لأداء هذه الوظيفة على الوجه الأمثل، واكتب لهم الإخلاص لك والابتغاء لرضوانك، وأعنهم على التحلي بكل فضيلة والابتعاد عن كل ذميمة، واشكر لهم سعيهم في ذلك في الدنيا والآخرة، واكتب مثل ذلك لكل من سعى في ذلك بإقامة تلك المجالس والمراسم والإعانة عليها والحضور فيها. ربنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.